واهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومرحبا في حلقه جديده من كرافت ذا كاربنتر. كاربنتر ليش يسمونه سامي نفسه؟ سؤال. المهم شو كنا نقول الحين؟ ريبليس سان مره مسوي شغلتين في نفس الوقت برايهم، ما علي برايهم، بسامحهم هالمره، بسامحهم ان شاء الله. بحد يشل هذا من متى انا طالب منهم يشلونه وما شلوا؟ شوي اشتغلنا من وراء الكواليس عشان نحفر زيادة، لكن الوضع شكله مطول شوي. انزين الحين التطور التالي، التطور التالي شو؟ نبغى نسوي ليتات، والله ليتات حلوات، والله شيء مرتب. الليت يبالنا اويل بعد، اويل يباله بطل. زين انا عندنا فحم، ترى الفحم شيء مهم ترى. بس كم بيشتغلون؟ راس مالي 9 دوارف وناس اعطيهم شغل 700 نفر، ترى مو براح منهم. اوكي هني خلنا نشوف لحظه، حدود البيت وين تنتهي؟ هذا اول مكان ينتهي في حدود البيت. زين خلنا نحطه هني. مكان ثاني وين ينتهي حدود البيت؟ افا انا اوريدي طلعت برا حدود البيت، بس مش مشكله عادي. ليش حطيته بالطريقة اساس يطلع فوق يبني ثاني بعدين بهدم هذا؟ مش مشكلة، ما عندي مشاكل. ابى اسوي بيبان اثنين، ما عندي خشب مرة ثانية. انا عندي مشكلة مع الخشب، والله مشكلة عويصة صدق، مشكلة الخشب عندي مشكلة عويصة. خلينا حد يشل الماي هذا، نتصرف في المكان شوي خفيف 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 يعني. ايوه تعالوا خلصوا الدنيا، ابو خشب. ابو خشب هذا بيسوي لي ازمه في حياتي. مشكلة الحين نت وورث اني اسوي اي شيء. ماجيك سفير في شغلات جديده حلوه في اللعبه من اخر مره كانت على القناه يمكن 7-8 شهور. بس زين تطورات حلوه فيها يعني، مش لابد. اشوف كم ايتم يداد مع الوقت بنستكشف اذا هني في شي شغلات جديده بعد. بس ما ظني بنوصل لاخر شيء، سلسله تعريفيه يعني، سلسله تعريفيه على اللعبه وليس سلسله تختيميه. تختيميه غير هاي، ما بتخلص، يبالها 100 حلقه. مش 100 حلقه لا، شوي زدت يعني، لكن يبالها شويتين يعني. خلينا نحط لهم بورتل هني. ها ما يبون، خلاص كنسل. ولا فيه سامون؟ لا في سامون هناك والله. لحظة، إذا أحط بورتل هنا بيبون يشيلوا سامون؟ أتمنى يشيلوا سامون بدل ما بعدين يجون يعني. مشي يور أندر أتاك. لا عاد أنا مسخرة، أمور طيبة. ما حاتي ها شو في عنا؟ اعداء قاميون، شكله في مقبره ثانيه. ايوه هذه مقبره ثانيه، هاي اخر خريطه. هاي اول خريطه كامبين في اللعبه على فكره، خريطه صغيره. انزين خلنا نشل هذا، لا مش هذا، نشل هذا ونشل هذا ونسوي لنا دورس. تعرفون دورس الباب؟ نعم انه الباب. سويت قفل واحد انا حق الباب، تحيدون؟ يبقى لي قفل ثاني، لكن صبر. زين مو مشكلة، الباب هذا هو، نشل الباب، نلقى تحت، نبغى باب هني وباب هناك. لا 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 لا، ما اتفقنا، ما اتفقنا ابدا، ما كان هذا الاتفاق. تعالوا شلوا هذا. زين بيون ولا مو بيون هاي الحين؟ خيب يكسرون الدنيا ومش قادرين يوصلون. ممكن نسير لهم بورتل ممكن، بس ما له داعي الصراحة اروح لهم. العوز عمري ليش؟ الباب شي مهم، حط البيبان يزيد مستوى الراحة حقهم. مستوى الراحة الحين نشتغل عليه شوي اساس شوف
انا لازم اسوي واحد منها حق اتشيفمنت على فكرة. صبر كم اسوي الاتشيفمنت تكتري. نايس خلصت هذا. اوه هذا هو الفشنج رود، هذا هو الفشنج رود. الحين نقدر نجيب سمك، لازم سمك شي مهم. شي مهم، لحظة شو يبغى اسوي بعد؟ You must craft item to finish. زين سويت الكرافت انا خلاص، ولا يبغى له وقت هذا كرافت بعد؟ ما يبغى له وقت. مفروض ان ايوه سكافولدنج خاين تو، هذا بيريح لنا دنيانا والله. شو بيسوي؟ ابو 10 مبدئيا، بعدين بتفاهم مع الباقي. 10 مبدئيا يكفي. انزين اول شيء ابو هايل ريبليس رير بلوكس، ريبليس رير بلوكس، بعدين بتفاهم يعني. سكافولدنج ارمي على اي مكان يركبونه واشله كليك، بس بكليك اشله افتك يعني. احطي واحد اثنين ثلاث يشلون هاي اللي يبدلونهم، احط اثنين ثلاث يشلونهم يبدلونهم. وكان الله غفور الرحيم وما ادري ادخل كل المعاناه هاي كلها. وي البوتل بوتل بوتل، نبغى بوتل، نبغى زيت حق الطبخ. بيرس، في بيرس، نبغى حصى، عندنا حصى 12 حبة نسوي لنا، نسوي لنا. لحظة هاي يبغى لها كرافتنج، يبغى لها حد يسير ويتعنى ويسوي. مش فعليا الكرافتنج شوي يطول، إذا بنسوي أي شيء فيه كرافتنج يبغى له شوي وقت. بس مع ذلك أصور ليش هذا؟ زين مع ذلك أصور الأمور طيبة يعني. هذا تيفنت سويته، أنتم ما كنتم موجودين سويته أنا. ما اعرف، ما اظن انكم جديدين. لا سويتها من وراء من خلف الشاشات، عرفتوا كيف؟ عرفتوا كيف؟ اوكي يعني يبالنا ريبليس ايرون اور، ريبليس كول. بس مش قاعد احصل هاي. ليش انا حاطه لدر هني سؤال؟ انا سؤال اسال نفسي الحين، انا ليش حاط تري هناك؟ انزل الحين النكست ستيب. شو النكست ستيب؟ النكست ستيب مالنا الجسر، الجسر والحيوان الاليف. حيوان اليف عندي سمونه. يو سوي حيوان اليف شيء، هذا يدافع عن البيس. لكن اتصور يبالي اكل شيء ولا مش متاكد والله اذا يبالي شيء بصراحه. بكل امانه انا لسه متاكد، لكن بحط لي واحد في الطابق لان عندي اكل ويوني فيران وخربطان ويوني يسرقون الاكل مالي. ما في، بس كلب حراسه هذا يعتبر. ها كلب حراسه بس مال كرافت اوف ذا وورلد يعني، مش انه تعالوا هذا لا، مال كرافت اوف ذا وورلد يعني عادي يعني. كليب 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 مش كلب كليب، بس زين يمنع الفيران ويوني يسرقون شو لك العيشة مالتي. لأن أنا وايد شغلات دقها كلكة هني بالغلط، أحس إني وهق نفسي فيها. أوكي أوكي ممتاز ممتاز جدا بعد. شو بس ممتاز ممتاز جدا. أوكي زين شلوا البيت الكلب عجبني. على فكرة أظني أتوقع يدافع وياهم، على فكرة أتوقع يدافع مع الجماعة. وين سووا البيت؟ تعال لا أبو هن، ما ردوا؟ ردوا الكلب، رد بيت الكلب مكانه يا دوار. لا تتفلسف بس رد. هي شكرا، ما حد قال لك سير هناك سعد، انا باب بيت الكلب. تعال تعال انا بيت الكلب، هذا بيت الكلب، كلب الحراسه. 1 population new in 20 seconds، كل 5 ثواني يتجدد لي. 0 seconds and seconds. وين الكلب؟ اوه صار هناك كلب الحراسه. مرة مسوي لي سلكت، مرة مسوي لي سلكت الخايس، ما اقدر ابغى اسوي لي سلكت.
شو نسميه؟ انا هذا مش شوي هو بوبي يعني، بقول بنسميه بوبي بس. بس بوبي حق شو؟ كل هذا الوجه العفس بوبي، وانت مال ارتويلر بس مال كرافت ذا وورد، تعرفون ارتويلر؟ يعني متوحش، عنده عظمه بعد، مو بعظم يحطوا لك، يحطوا لك جمجمه، من يهتم؟ اوكي برايي انت المفروض احط لك جمجمه، احط لك شيء 48%. خلينا نسوي ديكور دام عندنا كلب حراسه، يستاهلون عشان الكلب ديكور. انا بعرف انا عندي 9 ناس ساكنين، ما سويت لهم ديكور يوم الكلب، سويت لهم ديكور. انا ما بقول شيء، بس انا مش القصد انه الكلب مفيد اكثر عنهم، لكن الكلب مفيد صراحه، والله ان الكلب شيء جميل. الكلب وين صار؟ ايه شو اسمي هذا؟ ما اعرف اسمي. روجي؟ لا روجي، روجي مبالغ فيه شوي، يباله جولد هذا، مو بسويه بس اي ضايقني ضايقني. شله 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 شله. اوه هذا مال فيشرمان، تعال نبابون باكت باكت، تعال باكت. زين منو الفشر مالي؟ انت الفشر، تعال يا ود باكت. هذا باكت حقك، شله تعال. فشر بروحك ما ينفع، بس فشر ما ينفع. ما في وورير، محتاج وورير انا زياده والله. وودن بريدج، والحين بسوي جسر هناك اساس الاعداء على الاقل شوي شو ايون، اللي الاعداء يو نحصل شوي اكس بي ونلفل. وانا لازم احفر تحت زياده عشان اطلع البورتلز، في اماكن فيها بوسات. هذا حصلته الحين، هذا اروم اصيد فيه، اروم اصيد فيه اللي هو لحظة، اروم اصيد فيه الخرفان والدياي وغيره. بفتح بورتل اروح هاشو اوت هاوس او الكات هاوس. شو يسوي؟ This house allows you to train pet that helps dwarves to defend their home. اوه في another pet، بنسوي هذا بعدين بعدين. الحين دام ان عندنا هذا، شو باقي لي على الفنس؟ ما باقي لي وايد. فيشز تو، نبغى له واحد يصيد هني. في سمك هني؟ في فيشنج، تعال فيشنج شوية. زين نبغى فلوت، فلوت لا الفلوت بيلعبوزني. خلنا نسوي شيء التراب اساس اني اضمن اني ما اخسر الاحبال لاي سبب من الاسباب، بس هذا السبب الاساسي اني ما بخسر اي شيء. خلهم يسوون هذا. زين بنسوي، ما عندي فش عشان اسوي قرل فش، بس ما بسوي اكثر. ابا فلوت رزن، يبا هذا من شير نحصل برايا، كان محصل وايد شير الحين. متلعوز انا بروحي مع سالفة الشير، كل شيء يبالي خيوط، كل شيء يبالي خيوط. يستهبلون علي هاي لحظة، بأن اذبح اذبح الخرفان اللي في الخريطة كله اليوم. صبر تعال شلو هذا كله، خلى بال غرقان فضيل. انا غرق اكثر ان شاء الله، استوي لك زومبي غرقان. وما حد ذبح الخروف، انا مطلع. انا اصلا يعني البورتال الكبرى فاتحنا حق الخروف. زين شلوا الصوف، انا حق الصوف شكرا. في خروف ثاني فيه، تعالوا ذبح الدياي بعد، بدنا نذبح كل شيء. اول شيء شلون الزرعه، الله انكم زراعين، الله انكم زراعين، مو بهلها انتو. نبى نوصل للفنس يا جماعة، نبى نوصل للفنس والله صدق. نبى نسوي المزرعة، تعالوا شيل السماء، تعالوا تعالوا نقطع عليكم الراتب الحين، نقص العيشة كلها لحم، طابخ لكم السلطة على الفاضي. بذلهم والله، ذلني ذلهم ذل. انزين ونبى اشير، ليش واقف؟ مو بشير واقف بقعتي. ايوه في خرفان غير، في دياية هني، في خروف خنزير. فشو بسوي انا في البداية؟ ابا
اخلص منه ريش هيتوي محصل النبيض اول مرة احصل عندي سمك جريلد فيش الاستوي يبالي اثنين اظني هي بسوي جريلد فيش لان الجريلد فيش شوي بيعطيني زيادة بعد بنسوي الفلوت فلوت يبالي اخيط ندق على الخيط نطلع لنا منه نسوي لنا خيوط اوكي بس خلاص اوكي مية 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 والافراخ الجمعية بس هذا بعد يبغى الخيط اخ بسوي واحد اساس بعدين يكون الوصفة جاهزة اساس تكون الوصفة شو جاهزة والمزرعة عندي شي مهم لحظة انا اظني هاي الفاضيين ما عندهم شغل قاعدين يسولفون تعالوا 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 ريبليس بس ريبليس مو بشي ثاني منكم اي شيء ريبليس جست ريبليس نبغى نعطيهم شغل ما باهم واقفين فاضيين هالسوالف بنحتاجها حق بوشنات بعدين لكن ما نحصلهم من شغلات يعني شوفوا الحين سكافولدنج هني مفيد زين هذا فايت السكافولدنج ورمش لبستيك لك خلاص شليت سكافولدنج تت حطيته احلى شيء يعني يريح دنيا الواحد سكافولدنج ليت ناسي شيء ناسي تحطي مش لازم اسير واحطي قطعه رمل وحاله ودنيا يعني يوفر علي تعب بلاوي الصراحة والله تعب اللي يوفر علي وايد توفر علي التعب تعب هذا كله انزين ها بعد يسوي شنقني شو اسمك الخايس هاي اسمك هاي يلا دام تتاكل زين ايش شنو اكثر من ياكلون سمكه بس ما نبغى اكثر والله صدق شنو باهم اكثر اوكي خلنا نفتح بورتل اني بالنخيط ما عليه ترى بيستوي سبون حق خرفان بعدين بيستوي سبون حق خرفان تعالوا اذبحوا هاي شو الشير هذا كله ما بخلي ولا شير انا بالخريطة هاي ايوه والله قاهريني ترى قاهريني فنسكم كلكم بذبحكم وغرقكم اذبحوا هذا عدو يعتبر بيستولون على طول بس يمشون على راحتهم ولا خربطان بلاش اسمه تعال 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 يا مسلم تعال تعال الحين ابغى اسوي ابغى احط الجسر عندي ناس تحطي الجسر الجسر يكون وين يكون الجسر حد فيكم يذكر هذا هو الجسر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ست سبع اوكي خلص في 12 في الدرب وايد اصلا اكثر ما نحتاج بشله هني وبحط الليتات الوقافة هني تراني هذا بيكون مشروع ناجح وين صار فتحنا المزرعة خلاص بس يبالنا خيوط بس يبالي اكثر هذا ما يكفي يبالي خمسة فنس على اساس اني اسوي مزرعة واحدة هذا كارتنر زين ممتاز حقي خليهم يكملون الجسر وبطرش واحد يذبح الخروف بس هذا ما في صف شوفوا ضعيف ما ضعيف ما في صف دورنا واحد هذا ما في صف يبالي وقت لين يطلع صف يا ذا الحظ يا ذا الحظ لحظة اي حد ما عنده بيت هاوس بنسوي عقب بنسوي عقب مو مشكلة بنسوي عقب مو مشكلة بس انا بصوف ما في واحد يسوي لنا سبون مع صوف طيب محترم انسان طيب وفي هذا الوقت يهجم العملاق على القرية ويؤدي باصحابها الى الموت ويقتلهم جميعا
جميعا جميعا. ما هذا خلاص جسور عقب بس نستفيد منهم مشكلة. بس الحين نبغى واحد يسوي فشنك هني. فشنك شيء مفيد، ما ينزل أهم شيء عندي في القاعدة. لحظة ريبليس ريل بلوكس سرير كول، هذا خله هني تم انه موجود. يعني ميج بوك يمكن احتاج ميج، بشوف بحتاج يمكن كم ملي كم تونك على اساس اهجم على البوس. محتاج كم واحد يكون، شوفوا شليته خلاص. هني هني رحلة الراحة يسمونه، هني الراحة يسمونه. نعم هذه هي الراحة. وين؟ تعالوا في جسر الحين، تعالوا بس كامل. لحظة خلنا نسوي ليتات، اصلا محتاجينه صحيح. ممتاز، ابي اسوي ليتات. عندي هذا، عندي زجاج 1 2 3 4 10 ليتات من هاي تكفيني. وابا ماينرز لامب حق تحت يبالا، لا يبالنا وول لامب حق ديكور شوي. بسوي الباقي وول لامب. انزين بسوي وول لامب حق الديكور بعدين بنحط هذا، نستفيد منه مرحلة من المراحل. بس انا الحين اللي محتاج لنا صوف ينمو، لكن مو مشكلة. المشكلة وقت الحلقة خلص شكله، في الحلقة الجاية راح يستوي. شو موضوع الصوف؟ المهم حطينا كلب حراسة، اهم شيء كلب الحراسة، كلب الحراسة. المهم نشوفكم في حلقة جاية، وانا وقت الحلقة هذا خلص. يسوي يذبحونه قبل لا يروح، ما يسوي. الو دوقي، بس دوقي يرقد دوقي. ها شو حظي يا قناع الرمل. نشوفكم ان شاء الله في حلقه، ان شاء الله عجبتكم اللعبه هاي، ونشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.